السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الجماعة اللي بيقللوا من الاعتداء الايراني على اسرائيل او الرد الايراني على اسرائيل، احنا يا جماعة بنعيش في مقتلة عظيمة. يعني وكلاء ايران، لو اعتبرنا حزب الله في جنوب لبنان، الحوثيين في اليمن، سوريا، العراق، حماس، كل دول وكلاء ايران، وكل دول بيضربوا في اسرائيل، واسرائيل بتتشطر على المدنيين في غزة والفلسطينيين في الضفة الغربية. فاحنا نعيش في مقتلة عظيمة. الجيش الإسرائيلي قوي، عنده تكنولوجيا متقدمة، ولو على الأعداد بالاحتياطي يعدوا 600 ألف، وبيصنف إنه جيش لا يقهر، وبيعتمد على اللي بيساعدوه أمريكا وبريطانيا وفرنسا. فلازم الضربة الإيرانية علشان ترد على الاعتداء على سفارتها في دمشق لازم تكون ضربة محدودة. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أكد إن الضربة وصلت لقاعدتين في إسرائيل، عدة صواريخ أصابت كل قاعدة، وإسرائيل متكتمة على هذه الأحداث، والسوشيال ميديا وضحت اللي حصل في القاعدتين. والضربة الإيرانية يا جماعة على فكرة مقصود إنها تكون محدودة، لأنها لو ضربة قاسمة حاسمة أمريكا بريطانيا فرنسا الغرب حلف الأطلنطي مش هيسكتوا على إيران، والفتوات بيعملوا حساب بعض. فتحي يا وردة، قفلي يا وردة، يا ترى إسرائيل هترد ولا مش هترد؟ العنجهية الإسرائيلية لازم هترد، لو مردتش دي مشكلة كبيرة، ولو ردوا مشكلة أكبر. لأن الحرس الثوري الإيراني النهاردة الخميس قال إن إيران حددت موقع جميع المنشآت النووية الإسرائيلية. الحرس الثوري أكدوا إنهم مستعدين لضرب هذه المنشآت في أي لحظة في حالة تعرضها لاعتداء مماثل من قبل إسرائيل، تهديد واضح وصريح. وكالة تسنيم الإيرانية عن قائد القوة الجو فضائية بالحرس الثوري الإيراني: واجهنا الصهاينة بأسلحة قديمة وبأقل قدر من القوة. فعلا دي حقيقة، لأن مش المقصود حرب شاملة، حرب موسعة، حرب إقليمية، المقصود الرد، والرد كان محدود وقلتلكم ليه. بينما صحيفة معاريف الإسرائيلية نقلا عن باحثين: الدفاعات الجوية صدت نحو 84% من الهجوم الإيراني وليس 99%، كما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. إيران عندها صواريخ فرط صوتية توصل لإسرائيل بعد 13 دقيقة من انطلاقها. طب ليه بعتوا مسيرات توصل بعد ساعتين؟ علشان المقصود هز الهيبة الإسرائيلية، مش المقصود توسع الحرب الإقليمية، لأن إسرائيل وراها أمريكا وبريطانيا وفرنسا وحلف الأطلنطي والغرب كله. يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، دي صحيفة إسرائيلية: حزب الله بدأ استخدام صواريخ من طراز بركان شديدة التأثير وخارقة للتحصينات، وشفنا امبارح استهداف موقع إسرائيلي في عرب العرمشة. والجيش الإسرائيلي امبارح أعلن عن إصابة 19 جندي إسرائيلي، بينهم 6 في حالة خطرة، والموقع استهدف من خلال مسيرة وبعض الصواريخ. أما إتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، متشدد متطرف، بيقول: عقوبة الإعدام هي الحل الصحيح لمشكلة اكتظاظ السجون، وسعيد باعتماد الحكومة اقتراحي بتوسعة السجون لاستقبال مزيد من الإرهابيين. طبعا إسرائيل بتعمل اللي هي عاوزاه، محدش بيقرب لها، ولا حد بيقول عليها إرهابية ولا بيقول عليها حاجة، ومحمية طبعا بالغرب وبأمريكا وبأوروبا وبحلف الأطلنطي، وزي ما انت عاوز تقول قول. أما الرئيس الأمريكي جو بايدن بيقول: طهران تريد تدمير إسرائيل إلى الأبد ومحو الدولة اليهودية الوحيدة في العالم، وإسرائيل شريكتنا الأقوى بالمنطقة، ولن نقف مكتوفي الأيدي إذا ضعفت دفاعتها. طبعا أمريكا مع إسرائيل في كل شيء. سيبكم بقى من الكلام المعلن، لكن اي حاجة ضد اسرائيل فيتو امريكي،
أي حاجة لمصلحة القضية الفلسطينية في فيتو أمريكي. وللأسف الشديد ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، العدوان المستمر. دخلنا في اليوم 195 من العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة لأكثر من 34 ألف شهيد، معظمهم من النساء والأطفال. وعدد المصابين ارتفع لأكثر من 77 ألف، معظمهم من النساء والأطفال. ربنا يرحم الشهداء يا رب ويشفي المصابين، ونتمنى بكرة يكون يوم أجمل وأفضل. وفي النهاية شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.